السلام عليكم متتبعي القناة ديالي، يلا ماما فاطمة الزهراء. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم ضمن السلسلة ديال هاد لي صوص اللي غادي نقدم لكم ان شاء الله. هاد لاصوص ديال القرقع اللي هي تهية صحية وسهلة واكيد غادي تعجب الكبير والصغير. المقادير: غادي نحتاجو القرقع، غادي نحتاجو راس ديال الثومه، يعني ماشي شي حاجه، ماشي كلها، يعني حسب الا كانت كبيره نديروها غير شويه، كانت صغيره نديروها كلها. غادي نحتاج الزبده، غنحتاج البارميزان اللي ديجا راني طحنته، غادي نحتاج الجوزة غير شويه ماشي بزاف، غادي نحتاج الملحه، غنحتاج الزيت البلديه. اول خطوه غادي ندير الزبده تذوب، باردون باش ما ندير شي كارثه. من بعد ما درت الزبده طيب وحيدت منها الماء كله، خليتها دابا تبرد، غادي نطحن القرقع. الجهد اللي غادي يدخل في لاماشين، غادي نزيد عليها الراس ديال الثومه، وغادي نطحن كل شيء. من بعد ما طحنا القرقع، الا كانت عندنا كميه كثيره غادي نديرو شويه بشويه حتى نسالي كله. دابا غادي نزيد هادشي اللي بقى عندي. صدقوني راها لذيذه واكثر من لذيذه راها صحيه. هاد لي صوص حكايه الا كانوا عندكم في الثلاجه، راه بالزربه ما كتبقاوش تفكروا اشنو خصنا نديرو. صافي يعني ني لاصوص، غادي ندير الماء يطيب في القميله. ها نتوما وجدتوا لي بات ديالكم. دائما نبقاو نعاونوا بواحد العاشق باش ندخلوا هاد العناصر اللي ما مطحوناش. دابا غادي نديروا القرقع ديالنا في شي سوبيره اللي تكون مريحه للخدمه. القرقع دابا ديالنا ها هو مطحون، راك شفتوا القوام ديالو، صافي بحال بغينا نديروا الحلوه في المغرب، الحلوه ديال الزنجلان، ديال الزنجلان ولا ديال القرقع. غادي نزيدوا شويه ديال الملحه، دائما تبقى اختياريه، تبقى حسب الاذواق. غادي نزيدوا البارميزان اللي ديجا راني طحنته، هذا كيبغي دائما واحد الكميه تكون وفيره. الجوزه، شوف انا راه عندي هذه مطحونه، ولكن باش نوري الناس اللي ما عرفوش، يعني الجوزه من الشموسكاطه غير شويه، غير واحد لابونتا ديال شفتي شحال. غادي نزيدو شويه ديال الزيت البلديه، غير شويه لان كاينه الزبده. شوفوا هاد العناصر كلها راهم عناصر صحيه، شوف ما كاينش شي حاجه اللي فيها شي عنصر كيماوي ولا، كل شيء صحي بصراحه. الجدود ديال الايطاليين كيعرفوا يطيبوا، كيعرفوا يوالموا الماكله، كيعرفوا يوالموا العناصر. دابا غادي نزيد الزبده اللي فيضتها، حيدت منها الحليب والماء. غادي نخلطوا هاد العناصر كلها.
صافي ما بقاش منينا محببه ما والو. دابا غادي نديروها ان شاء الله في القريعه. تبقاو معايا اكثر من صحيه ما عندي ما نقول. دابا غادي تبقى لنا نديروها في القريعه ونحتفظوا بها. هذه ما عندكم حتى مشكل تخليوها في الثلاجه لان ما فيهاش شي عناصر اللي كتخسر الزبده فيها. الفرماج اللي هو يعني راه ستاجوناتو يعني ما عرفت كيفاش كيقولوا ليه بالعربيه بحال السم الحار وفيها يعني عناصر اللي صحيه ما غاديش تعفن لا والو. لاصوص ديال الكركاع ديالنا ها هي واجده. ما نقولش لكم بصراحه بنينه بزاف كيساب العاشق بنينه بزاف. غادي تخليوها حتى تبرد وديروها في الثلاجه. كيف ما قلت لكم هذه راه ما كتفسدش ما كديرش لا موفه يعني ما كتفسدش ما كتوليش فيها ديك الخضوريه وديك الغموليه. تبقى في الثلاجه نورمال. لي بات اللي كيجيو معاها تقدروا ديروا سباغيتي تقدروا ديروا طالياتيلي. طالياتيلي راه ما عرفش المهم هذيك الباستا اللي كتكون عريضه وطويله هذيك هي لي طالياتيلي. ان شاء الله نتمنى تجربوه وردوا عليا الخبر في التعاليق. واكيد انه غادي يعجبكم وغادي يعجبوا وليداتكم واكثر من هادشي كله راها صحيه. بقاو معايا ان شاء الله في الفيديوهات المجيين. غادي نحاول ما امكن ندير لكم بزاف ديال الانواع ديال هاد لي صوص هادو اللي هما يعني اوتيلي في لا كويزين بالنسبه للموظفات وبالنسبه للناس اللي كيخدموا بالزربه الوليدات عندهم صغار. يعني اي مره عندك هاد لي صوص هادو غادي تفكري غير ديري الماي طيب في الكاميله وصافي وتجدي لي بات ديالك وصافي وصلاتو عمي. ما نطولش عليكم الفيديو. نتمنى تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم. نتمنى ديروا لي جيم اولا ديزلايك الا ما عجبكمش وكتبوا لي علاش جوستيفيكاسيون. نتمنى يا ربي يكون نكون خفيفه ظريفه عليكم ودمتم في رعايه الله وحفظه.